عرضه لأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. ألقى الرئيس محمد مرسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد خلالها أن ثورات الربيع العربي جاءت بعد كفاح طويل من أجل العزة والكرامة. وشدد مرسي على أن الدولة المصرية بعد ثورة يناير تستند على الشرعية الديمقراطية، وعلى أن مصر ستتعامل مع بقية دول العالم في سياق من الندية والالتزام بالمعاهدات الدولية. إن الثورة المصرية التي أسست الشرعية التي أمثلها أمامكم اليوم لم تكن نتاج لحظة أو انتفاضة عابرة، كما أنها لم تكن أبدا رياحا هبت في ربيع أو خريف. إن هذه الثورة Rather, وما سبقها this revolution and all the ones preceding it and following it in the region نتيجة لكفاح طويل were triggered by a long struggle of genuine national movements أرادت الحياة that sought مع أبناء الوطن جميعا بعزة وكرامة of pride and dignity وهي for all citizens. هذه الثورة تعبر عن حكمة التاريخ وتدق ناقوس إنذار لكل من يحاول أن يقدم مصالحه على مصالح الشعب. السيد الرئيس، إن رؤية مصر الجديدة التي نسعى إلى تحقيقها بإذن الله لوطننا مصر هي في ذات الوقت إطار العمل constitutes the frame of action we present to the world and which should guide our cooperation with the international community in a spirit of equality and mutual respect, entailing non-intervention in the affairs of other states as well as the implementation of international principles. وفيما يتعلق بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللمقدسات الإسلامية، قال مرسي إن مصر تحترم من يحترم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعادي من يعاديه، وأكد خلال كلمته على احترام مصر لحرية التعبير التي لا تحض على الكراهية أو العنف، مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقيام بدورها في مواجهة الحملات المنظمة التي تستهدف مقدسات المسلمين. إنما يتعرض له المسلمون والمسلمز والمهاجرون منهم and migrants في بعض البلدان are going through a number of في مناطق العالم من in تمييز a certain number of regions in the world in terms of discrimination and violation of their human rights وحملات and vicious campaigns للنيل من مقدساتهم against what they hold sacred غير مقبول is unacceptable. هذا أمر غير مقبول. This is unacceptable. ما وقع من تصرفات من بعض الأفراد. The behavior by some. ومن إساءة some individuals. لرسول الإسلام. And the insults. محمد صلى الله عليه وسلم. Heard on the Prophet of Islam, Muhammad, is rejected. We reject this. We cannot accept it. ونعادي من يفعله. And we will be the opponents of those who do this. We will not allow anyone. بقول أو فعل. To do this by word or deed. إن ذلك يتعارض مع أبسط مبادئ ميثاق المنظمة. This runs against the most basic principles of the organization where we meet today. مع كل أسف. And unfortunately, today it has now acquired a name which is Islamophobia. إن علينا جميعاً أن نتكاتف. We all have to work together. We must join hands in confronting these regressive ideas that hinder cooperation among us. We must move together to confront extremism and discrimination and incitement to hatred on the basis of religion or race. The General Assembly, as well as the Security Council, has a main responsibility in addressing this phenomenon that is starting to have implications that clearly affect
كما تناول مرسي في كلمته عددا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أعرب عن استياء مصر من سماح الأسرة الدولية باستمرار سياسة الاستيطان في فلسطين المحتلة وتغيير معالم مدينة القدس، وطلب المجتمع الدولي بالعمل على قيام الدولة الفلسطينية. وفيما يتعلق بالملف السوري، قال مرسي إن نزيف الدم والمأساة في سوريا ينبغي أن تتوقف فورا في إطار جهود الجامعة العربية والمبعوث الدولي وبعيدا عن التدخل الأجنبي. يأتي هذا بينما ألقت السلطات الأمريكية القبض على الناشطة المصرية منى الطحاوي بعدما قامت بطمس أحد الشعارات المعادية للمسلمين والمؤيدة لإسرائيل في إحدى محطات المترو في مدينة نيويورك، ما أدى إلى اعتراض صحفية أمريكية قام باستدعاء الشرطة التي ألقت القبض على الناشطة المصرية وأودعتها السجن تمهيدا لعرضها على القضاء الأمريكي. نفى يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور ما تردد بشأن سحب الثقة من الدكتور عماد عبد الغفور خلال اجتماع عقدته اليوم الهيئة العليا للحزب، وأشار حماد إلى أن الهيئة قررت إيقاف الانتخابات الداخلية للحزب لأسباب إجرائية، واقتصار التفويض بالحديث الإعلامي عن الحزب على كل من الدكتور يسري حماد والدكتور محمد نور. دعا رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي والرئيس الشرفي للحزب عمرو موسى ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الأعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور على ممثلي حزب الحرية والعدالة والنور لحضور الاجتماع الذي سيعقد بحزب الوفد يوم الأربعاء المقبل لإعلان الموقف النهائي لهذه القوة من الدستور. وذكر بيان صادر عن الحزب أن الاجتماع سيحضره أكثر من 50 عضوا أساسيا واحتياطيا بالجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى ممثلي الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية والمسؤول عن ملف الجمعية التأسيسية في حزب الحرية والعدالة والذي ستتم دعوته لحضور الاجتماع. وسط تغيب للوزراء واستياء من النواب، استعرض مجلس الشورى اليوم نتيجة تقريرين عن منجم فحم المغارة بسيناء ومنجم السكري للذهب. وقد ذكر تقرير عن منجم المغارة أن العديد من الجهات الحكومية تسببت في توقف المنجم منذ 15 عاما وأنه مهدد بالانهيار والانفجار، بينما طالب تقرير عن منجم السكري الشركة الأسترالية العاملة في استخراج الذهب بالشفافية وإصدار بيانات عما أنتجه المنجم من الذهب وحصة الحكومة المصرية فيها. أظهر تقرير صادر عن لجنة الإسكان بمجلس الشورى أن مياه الشرب غير مطابقة للمواصفات في العديد من المحافظات بنسب تتراوح بين 20 و90%. كما كشف التقرير أن محطات معالجة الصرف الصحي تزيد من تلوث هذه المياه، وأشار التقرير إلى أن مياه الصرف المعالجة يتم إعادتها إلى نهر النيل ما يزيد من معدلات التلوث. دي ما بيسموها محطات نقية. المحطات دي كانت تنشأ بالمعونة الأمريكية. المفاجأة اللي حضرتك ما يعرفهاش المشاهدين، يمكن الدولة كلها لسه محدش أعلنها قبل كده، أن هذه المحطات إنتاج أمريكي سنة 40، سنة 1940. هذه المحطات أمريكا بعت لنا الوهم عن طريق المعونة الأمريكية. هذه المحطات منتج سنة 40. هذه المحطات لا تقدم أي معالجة. التقرير بيقول المهندس اللي جاب التقرير بتاع المنيا وقال ان المخرج من المحطه بيلوث النيل، هذه حقيقه، هذه لا تعالج. نعم. تمكنت قوات الامن بالسويس من ضبط شحنه من مخدر البانجو تبلغ 16 طنا داخل حاويه تحملها سياره نقل بنفق الشهيد احمد حمدي حال محاوله تهريبها من سيناء الى السويس. كانت أجهزة البحث الجنائي بالمحافظة تلقت معلومات حول تهريب شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس باستخدام حاوية لنقل البضائع لتضليل رجال الأمن، ما دعا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ضبطها. هذا وتقوم النيابة العامة حاليا بمباشرة تحقيقاتها حول الواقعة. وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس. سيادة اللواء، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بك معنا. سياده اللواء، ما الذي اسفرت عنه التحقيقات حتى الان؟ والله حضرتك ان شاء الله ربنا يحمي مصر. احنا في التحقيقات مع سائق السياره اللي تم ضبطها، وعشان نقدر نوصل هو كل اللي حدده المكان اللي حمل منه الحموله، وقال ان هو الاشخاص اللي ادوله الحموله ديت ادوله مبلغ من المال وطلبوا منه ان هو يمشي بيها داخل سينا ويعدي بيها النفق، وان هم هيستلموه بعد النفق عشان يسلموها منه. هو حتى الان ما بيحاول ان هو يضللنا وما يقولش اسمائهم،
خوفا من بطشهم على حياته، لان هم طبعا من كبار تجار المخدرات في مصر. انما التحقيقات مستمره لغايه ما نوصل لمصدر هذه الكميه الرهيبه اللي كانت جايه تسمم شبابنا هنا في مصر. كيف تمكنت قوات الامن سيادة اللواء من ضبط هذه الشحنه على الرغم من المعلومات يعني الاحداث المضلله التي قام بها المهربون؟ هو حضرتك طبعا هم حطوها في شحنه على الطريق الاوسط بتاع سينا في عربيه من عربيات الحاويات المواني، وعملوا رصاص للجمارك مضروب ملوش علاقه بالجمارك خالص تخليط، وسايبين السواق لوحده في العربيه كانها حاويه ماشيه في وسط العربيات. ربنا كرمنا، احنا كان عندنا معلومات شغالين عليها وكنا عارفين بيانات العربيه، بس ما كناش عارفين التوقيت اللي هتوصل فيه، واحده بالليل 6 الصبح 10 الصبح، كناها كمين تقريبا من الساعه 1 بالليل لغايه ما ربنا كرمنا وظبطناها الساعه 6 ونص صباحا قبل النفع على فكره ب 5 كيلو على الطريق الاوسط. الكمين كان موجود قبل نفع الشهيد احمد حمدي ب 5 كيلو مترات، لان احنا كنا متوقعين ان هو ممكن يدخل النفع ان يدخل بيها يمين على يطلع بيها من كوبري السلام، فكنا عاملين حسابنا وربنا كرمنا وجبناها وتم فتحها. يعني من حسن الحظ ان احنا وجبنا الحموله، خدت وقت فتحها، كان رجال الاعلام جم وصوروا واحنا بنفتح العربيه اول مره، واعتراف السائق وهو بيبكي وبيطلب السماح اثناء فتح العربيه اللي بيها هذه الكميه الرهيبه من المخدرات. نعم، اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عادل رفعت مدير امن السويس، كنت معنا عبر الهاتف. نظمت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بنقابة الأطباء وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، طالبت خلالها الجمعية التأسيسية للدستور بضرورة تضمن الدستور الجديد لأربعة مواد تشمل الحق في الصحة والعلاج لكل المواطنين على أساس المشاركة العادلة في التمويل، وأن تقوم الدولة بتمويل الخدمات الصحية وتوحيد الهيكل العلاجي. الوقفة النهاردة للدفاع عن حق المصريين في الصحة، ما يصحش خالص ان بعد الثوره لما نطلب ان الدستور الجديد يبقى اكثر انحيازا لحقوق الاجتماعيه الضايعه للطبقات الفقيره، يطلع لي دستور يتكلم على حق العلاج المجاني لغير القادرين. احنا كان عندنا قبل كده حق العلاج لجميع المصريين، وكنا متضايقين ان الكلام العام ده ما بيأثرش في التطبيق الحقيقي، وكنا عايزين الدستور ينص مثلا على ان نسبة الانفاق الحكومي للصحة يجب الا تقل على النسب العالمية، ينص على تأمين المستشفيات او وجود حرمة خاصة للمستشفيات. فالحقيقة ان احنا لقينا ان الدستور بيتراجع عن اللي كان قبل كده، بدلا من ان يضمن بالظبط، بدلا من ان يضمن الحاجات اللي كانت غير مضمونة. أجلت محكمة جناح القاهرة محاكمة المدون البير صابر عياد في واقعة اتهامه بازدراء الأديان إلى 17 من أكتوبر القادم. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال البير صابر لمحكمة الجناح بتهمة ازدراء الأديان وسب الذات الإلهية والأنبياء والتشكيك في الكتب السماوية. احنا النهارده طلبنا في دي كانت اول جلسه امام محكمه الجناح، طلبنا اخلاء سبيل المتهم وتمكين الدفاع من الاطلاع على كافه اوراق القضيه، والمحكمه قررت تاجيل نظر الدعوه لتمكين الدفاع من الاطلاع على كافه اوراق القضيه لجلسه 17 اكتوبر. نهايه عرض الاخبار، ولمزيد من المتابعه والتفاصيل يمكنكم زياره موقع الجزيره مباشر مصر على الانترنت ومتابعه البث الحي للقناه على الموقع ذاته. ايضا نستقبل تعليقاتكم واسئلتكم على صفحتينا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. الى اللقاء.